بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذ دكتور أحمد المحروقي، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري في كلية طب القصر العيني. أنا يعني عايز أتكلم معاكم حاجة بسيطة، اللي هو في ناس كتيرة مش فاهمة إيه هو تخصص الأوعية الدموية، يعني مفهوم طبعا التخصصات المختلفة في الطب، بس مجال الأوعية الدموية، لأن الأوعية الدموية متشعبة في أجزاء كتيرة من الجسم، ففي مرضى كتير وناس كتير ما يبقوش عارفين هو لما إيه يتعبني أروح لدكتور الأوعية الدموية. فأنا بس هتكلم على بعض الحاجات البسيطة اللي يعني نزود درجة الوعي عند الناس، إمتى أروح لدكتور أوعية دموية. أول مجال من المجالات اللي بيتعامل معها دكتور الأوعية الدموية مجال القدم السكري. يعني إيه قدم سكري؟ قدم سكري يعني مريض السكر، أي شكوى بتيجي في القدم بنسميها عامة قدم سكري. بتتراوح من أول مجرد آلام بسيطة أو التهابات في الأعصاب، وبتتطور للدرجات الكبيرة اللي بيبقى فيها مثلا صباع من لونه متغير مسود أو جرح في القدم أو التهابات صديدية أو التهابات ما فيهاش صديد. دي الدرجات الشديدة يعني من القدم السكري، وفي الدرجات البسيطة من القدم السكري. دلوقتي طبعا جزء كبير من أمراض القدم السكري بيبقى مصاحب ليها إصابة في الأوعية الدموية، وده اللي احنا بنشوفه، إن في ناس كتيرة بتتعامل مع مرض القدم السكري ما هماش متخصصين في جراحة الأوعية الدموية، فبيبتدي الجرح يحصل فيه تطور ويحصل فيه مشاكل نتيجة عدم وصول دم كفاية للجرح، فبيبدأ يعمل عملية تنظيف، يبدأ يعمل بتر، يبدأ يحصل حاجات زي كده، يبتدي الجرح يسوء، تبتدي الحالة تتطور بسرعة نتيجة عدم وجود وعي إن الحالة دي الأفضل إن هي لازم على الأقل تروح لدكتور أوعية دموية في فترة من الأول، على الأقل بس نطمئن إن ما فيهاش مشاكل في الأوعية الدموية. بعد كده لو ما فيهاش مشاكل في الأوعية الدموية ممكن يتم علاجها سواء عن طريق بقى دكتور الأوعية الدموية أو عن طريق دكتور الجراحة العامة. لكن دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير، إن في مرضى كتير من القدم السكري بيروحوا لدكاترة مش متخصصين في الأوعية الدموية في الأول، ما بيقدروش يكتشفوا مشاكل الأوعية الدموية، يقوم نبدأ العلاج بطريقة مش مظبوطة وتتطور. دي أول حاجة. الحاجة التانية مرض الدوالي. مرض الدوالي طبعا مفهوم عند العامة كلهم، اللي هو يعني عروق زرقاء بتبقى في الرجل، في رجل واحدة أو في الرجلتين، بتبقى ظاهرة تحت الجلد، ده بنسميه باختصار مرض الدوالي. مرض الدوالي زمان كان وسيلة واحدة للعلاج اللي هي العلاج الجراحي، وكان بيقوم بالعملية دي أطباء في تخصصات مختلفة زي الجراحة العامة، زي أي طبيب جراحة عموما يقدر يقوم بالعمليات دي. في الفترة الأخرانية، في العشر سنين الأخرانية، حصل تطور جامد جدا في مجال الأوعية الدموية، من حقن للدوالي لليزر خارجي لليزر داخلي لتردد حراري، وحصل برضو تطور في العمليات الجراحية، أصبح مش أي حد يقدر يشتغل حالات الدوالي، وفي طبعا حالات كتيرة ما بتحتاجش لتدخل جراحي وينفع نعالجها بعلاج تحفظي. فقصدي إن المجال أصبح واسع جدا في مجال الدوالي، من إن أنا أروح أعالج مرض الدوالي مع دكتور مش متخصص في جراحة الأوعية الدموية. لازم دلوقتي، ده احنا جوه مجال جراحة الأوعية الدموية في ناس دلوقتي متخصصة في الأوردة، مش كل دكاترة الأوعية الدموية كمان بيشتغلوا موضوع الدوالي، يعني الموضوع أصبح تخصص جوه التخصص. فدي من الحاجات برضو اللي احنا عايزين ايه الناس تبقى عندها وعي، ان موضوع الدوالي ده أصبح خاص بدكتور جراحة الأوعية الدموية، ولازم يتم علاجه من خلال الدكتور المختص. الحاجة نمرة ثلاثة، الحاجة اللي عايز أقول لكم عليها، اللي هو آلام القدم. احنا بنشوف مشاكل كتيرة جدا، إن مريض رجله مثلا بتوجعه بيروح لدكتور أعصاب، بيروح لدكتور عظام، بيروح لتخصصات مختلفة. احنا بس عايزين نقول إن لما بيحصل ألم مفاجئ في الرجل، دي من علامة من علامات، ممكن تكون علامة من علامات قصور الدورة الدموية. يعني أحيانا قصور الدورة الدموية في الرجل بيبقى أول عرض ليه ألم وضعف أو شلل مثلا في الرجل، وده الحاجة الغريبة إن الواحد يتصور إن الأعراض دي أكتر مع إن أنا هروح لدكتور أعصاب أو هروح لدكتور عضل. بس واقع الأمر إن أمراض الأوعية الدموية اللي بتيجي بألام مفاجئة وبتيجي بضعف مفاجئ في الرجل، لو ما اتلحقتش بسرعة مع دكتور جراحة أوعية دموية، في حالات كتيرة قد تصل بعد الشر للبتر. لكن مفيش حاجة في تخصص العظام والأعصاب لو اتأخرنا في علاجها مثلا كام ساعة تؤدي للبتر. فأنا برضو بقول لازم الناس تبقى عندها وعي ان لما يبقى في اي مشكلة مفاجأة في الرجل، لازم نطمئن ان الدورة الدموية كويسة، حتى لو رحنا لدكتور عظام او دكتور مخ واعصاب او اي تخصص، لازم نسأله ونطمن منه هي الاوعية الدموية كويسة، فيها اي مشكلة ولا لا، خلاص، علشان نبقى على وعي بالقصة دي، علشان ما نخشش في مضاعفات شديدة. في بقى مرضين عندنا ما لهمش اي اعراض خالص في الاوعية الدموية، واول ما بيظهروا على المريض بتحصل مشكلة كبيرة.
منهم حاجه اسمها مرض تمدد الشريان الاورطي. تمدد الشريان الاورطي يعني الشريان الرئيسي في بطن البني ادم، نتيجه لامراض متعدده زي تصلب الشرايين، زي ارتفاع ضغط الدم، بيحصل بالذات في الناس كبار السن، بيبدا يزداد في الحجم، يتنفخ زي البالونه تدريجيا، وبعد ما بيوصل لحجم معين زي 6 سنتي او اكتر ممكن ينفجر ويؤدي فورا الى الوفاه. مشكله المرض دوت ان المرض ده ملوش اعراض في الغالبيه العظمى من الناس، لازم احنا اللي ندور عليه. في البلاد المتقدمة عند سن 60 سنة بيتعمل لهم حاجة اسمها أشعة تلفزيونية على البطن علشان نشوف إذا كان المرض ده موجود ولا لا، لأن إذا اكتشفناه هو مرض صامت، قاتل صامت، لازم أنا اللي أدور عليه قبل ما يموتني، لأن ده زي قنبلة محطوطة في بطن البني آدم. ممكن أبقى أنا كويس جدا وما بشعرش بأي حاجة والمرض ده موجود عندي، والمرض ده دلوقتي أصبح علاجه متطور جدا، بقت فيه وسائل لعلاجه بدون تدخل جراحي خالص عن طريق الدعامات المغطاة والأسطرة، فأصبح حاجة كويسة إن إحنا نكتشف المرض ده بدري مبكراً قبل ما تحصل مشاكل. فنصيحتي إن أي مريض أو أي بني آدم طبيعي مش مريض فوق سن 60 سنة المفروض إن هو يعمل أشعة تلفزيونية عند سن 60 سنة علشان نشوف إذا كان في أي مرض في الأوعية الدموية في البطن كامن ممكن يتسبب لك في مخاطر في المستقبل ولا لأ، ولو اكتشفنا دوت ما تتخضش، إن شاء الله في وسائل علاج متطورة. الحاجة الأخرانية هي ضيق الشريان السباتي أو هو شريان الرقبة المغذي للمخ، ده برضو بنسميه صامت برضو في فترة كبيرة من الفترات، وأحيانا بيجيب أعراض زي تبع لتخصص الأعصاب. برضو أي حد من كبار السن بيجيله أعراض تنميل في إيده، عدم قدرة على الحركة، بيجيله مثلا النظر بيحصل لحظات مفاجأة النظر بيضطرب فيها أو حاجة زي كده، مفيش مانع إن احنا نعمل الأشعة ديت. دي أشعة تلفزيونية ما فيهاش صبغة، ما فيهاش إشعاع، مش مكلفة، متوفرة في كل الأماكن، إن احنا نعمل أشعة على شرايين الرقبة نطمئن بيها بس إن الشريان كويس، لأن ده برضو من الحاجات اللي علاجها تطور جامد جدا وبتقعد فترة طويلة من عمر البني آدم ما فيهاش حاجة. أنا متشكر إن أنا كنت معاكم النهاردة، وإن شاء الله بصحة للجميع بإذن الله. السلام عليكم.